قامت سعادة السيدة فاطمة بن جعفر الصيرفي وزيرة السياحة بجولة ودية في أروقة معرض السياحة والسفر العالمي الذي أقيم في العاصمة البريطانية لندن على مدى 3 أيام. نعم، هذا وقد اختتم جناح مملكة البحرين مشاركته في المعرض بعد نجاحه الكبير في عرض المنتج السياحي للمملكة أمام نحو 40,000 من رواد المعرض لهذا العام. المزيد من التفاصيل أعدها لنا مراسلنا في لندن، فلنتابع. اختتمت مشاركة مملكة البحرين في معرض السياحة والسفر العالمي في العاصمة البريطانية لندن بجولة قامت بها سعادة السيدة فاطمة بنت جعفر الصيرفي وزيرة السياحة في الأجنحة المشاركة بالمعرض، حيث قدمت سعادتها الشكر لمسؤولي الهيئات والشركات السياحية المشاركة. وحقق جناح البحرين نجاحا ملحوظا، حيث استقبل على مدار 3 أيام عددا كبيرا من الزوار الذين تعرفوا على أبرز الوجهات السياحية المميزة في مملكة البحرين. اليوم احنا متواجدين في معرض السياحة والسفر في لندن، وهذا شرف كبير ان احنا نشوف مملكة البحرين تشارك في معرض عالمي بهذا الحجم، ونبين للناس الموقع الاستراتيجي اللي تمتاز فيه مملكة البحرين وانجازات وزارة السياحة. طبعا السياحة يتبنى عامل كبير في الانتعاش الاقتصادي للمملكة، وهذه فرصة نشوف انجازات الوزارة. وأهني سعادة وزيرة السياحة وكافة منتسبي الوزارة على إنجاز هذا المعرض وعلى دورهم المهم والبارز في لندن في هذه الفترة. ختامه مسك، هكذا لسان حال المشاركة البحرينية في آخر أيام المعرض، حيث أجريت بالجناح عشرات اللقاءات الناجحة، فيما توافد الزوار لمعرفة المزيد عن الخدمات السياحية المميزة التي تقدمها المملكة. نحن شركة سياحية مقرها البحرين، نعمل في هذا المجال منذ 17 عاماً، ونسعد هذا العام بمشاركتنا في معرض سوق السفر العالمي. لقد كنا محظوظين للغاية في تطوير أعمالنا، حيث تمكنا من توقيع اتفاقيتين هامتين مع شركات من الصين وفيتنام وتركيا، وستقوم بزيارة البحرين. ونتقدم بخالص الشكر إلى وزارة السياحة في البحرين على الدعم المستمر. ويعد المعرض الدولي للسفر والسياحة واحداً من أهم المعارض السياحية في العالم، حيث يشارك به أكثر من 184 دولة هذا العام، وشهد تنظيم عشرات المؤتمرات السياحية التي شاركت بها العديد من الجهات الحكومية والشركات السياحية. يختتم اليوم الوفد البحريني مشاركته في معرض السياحة والسفر العالمي في لندن بعد نجاحه في عرض المنتج السياحي البحريني أمام آلاف الزوار. محسن حسني، تلفزيون مملكة البحرين، لندن.